تولى المراكز الثلاثة في إمارة أبو ظبي، مدينة أبو ظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، تقديم كافة التسهيلات والإجراءات لتسجيل المترشحين في الإمارة. لاحظنا في أول يوم إقبال جيد جدا من المترشحين في هذه الاحتفالية الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إقبال كان من الجنسين، كان فيه اللي بدأ في السنة هذه وهو التسجيل عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية، سهل الإجراءات وكان فيه إقبال أكبر على هذه المنصة والعدد كان ممتاز. التسجيل الإلكتروني مكن المترشحين من التسجيل عن بعد سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة. نتمنى التوفيق للجميع المترشحين في هذه العملية ونشكركم على المشاركة.